الخبر الاول اللي عدنا عن نور مار ولدي قوية قمر مار من جديد. فنور مار يا حبايب نزل على حسبه بالانستغرام شيت ستوري كان يقول بها انه راح ينزل لكم مقطع يوم الثلاثاء راح يلتقي بها بشخص معين. طبعا اغلب المتابعين صاروا يتوقعون انه هذا الشخص اللي حيلتقي به هو قمر، رغم ان هي نزلت ستوري قالت ان هي ما راح تسافر من اسطنبول، ولكن اتوقع انه هي قاعده تكذب على المتابعين عم يسوون عن ما الصدمه، خاصه انه هي كاتبه بحسبها بالانستغرام انه هي بدبي، رغم انه هي قالت اساسا انه هذا الشيء حيصير بالمستقبل مو هسه. على كل ما ادري اتوقع راح تلتقون يا بعض حطكم الستوريات تشوفوها. مبدئيا صباح الخير، انا ما هلا فوت من شي ساعه بس انه نمت الساعه 10 انتو شفتوا. غير هيك يا جماعه في فيديو يوم الثلاثاء راح ينزل على اليوتيوب. نور كيف هيك انت عم تنزل اساس فيديو كل اسبوع؟ لا هالمره راح ينزل فيديو يوم الثلاثاء لانه انا متحمس لانزله، فادعوا لي يزبط فكره الفيديو. المفروض انه في شخص جاي فبكره اروح استقبله، وبكره بنفس اليوم استقبله ونصور فيديو هيك وبمنتجه بنزل لكم يوم الثلاثاء، فان شاء الله يجي بكره. وبعيدا عن كل شيء الفيديو مثل تعب قلت عليه نزل، راح افرجيكم بيتي الجديد وراح افرجيكم فيه احتفال وفيه هذا الشخص اللي راح يجي راح نصوره وما تتوقعوا مين، وفيه كتير شغلات. وطبعا سيرة قمر مار وانتحار القطة مالتها، هذا شو السوريات يا حبايب تندد يقول بيها ان شاهد قبل الحذف انتحار زوزي واللي هي القطة مالتها يا حبايب. والستوري اللي بعدها نزلت ستوري تقول شكلها عجبها قصة الشباك او تقعد يم الشباك. فننتقل حاليا نور ستارز اللي نزلت هذا المقطع اللي كانت كاتبة بيه لما الحب او لما حبيبها يعني تقصد يتأخر عليها بالرد 5 دقائق. اسمك انا هعمل له دليل. خلى اغلب المتابعين يا حبايب بالكومنتات يتوقعوا انه هي مرتبطه او تحب حاليا شخص هدان او غيره اللي هو الشخص اللي هي معجب بيبي بالتيك توك. فما ادري صراحه من احباب الكومنتات هل توقعوا نور صار حاليا مرتبطه او لا. ننتقل حاليا لايات واللي دخلت المستشفى وسمعت عمليه ولا شيء غايبه على اليوتيوب. فنزلت هذا الستوري يا حبايب بتقول بي هاي جايز، اسفه جدا الاختفاء المفاجئ من السوشيال ميديا، قبل ايام عملت عمليه خلع ضرس العقل، العمليه كانت جدا صعبه بس الحمد لله انا الان احسن، والفيديوهات او الصور اللي حشركم اياها هي منتزله من قبل، ولكن ان شاء الله حترجع ارجع كلش قويه وتحبكم. فالف الحمد لله على السلامه يا رب، ان شاء الله تحسن وترجع بسرعه وقت. ننتقل حاليا لاسو شنو صار وياها بعد ما امها دخلت المستشفى يا حبايب. فمن اخر ستوري نزلتها هي جت من داخل المستشفى ما نزلت ولا شيء غير هذا الستوري كاتبه اوف يا دنيا. فشنو تتوقع يا حبايب صار وياها؟ ما ادري ان شاء الله تكون كل شيء بخير يا رب، طبعا تستمروا بالدعاء لامها. ننتقل حاليا لنارين بيوتي اللي نزلت هذا البوست على حسبها بالانستغرام اللي تحتفل بيه ب 12 مليون متابع، اللي هي نفس الوقت تم نزلت فيديو اللي تحتفل بيه ب 12 مليون متابع. فاللي شاف المقطع يا حبايب اكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بالمقطع، وان شاء الله الف مبروك على 12 مليون. وبوصلوا لنا وصلت المقطع، المقطع عجبكم تحطوا لايك شاركوا بالقناه، انكم فيديو زين من قناه ميكس القصص. مع السلامه.